بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. يلا نقول مع بعض: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، اللهم اجعل لساني عامرا بذكرك وقلبي بخشيتك وسري بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. هنتعلم في الفيديو التأسيسي النهاردة أول حاجة types of compound، number 2 is salts consist of، number 3 important compound هنتكلم عن بعض المركبات المهمة جدا انت لازم تعرفها، واخيرا البالانس ايكويشن. حلقة النهاردة مهمة جدا وفيها شوية تفاصيل وملاحظات هتحتاجها جدا للسنين الجاية ان شاء الله، سواء كنت في تانية سنة وهتحتاجها في تانية وتالتة، او سواء طالع تالتة فهتحتاجها جدا 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 في شابتر 2. عندك السولت بيتكون من حاجتين، بيتكون من انين وكاتين. طيب الانين والكاتين ده عبارة عن ايه؟ ده يعتبر الانين اللي هو بقول عليه نيجاتيف بارت النيجاتيف، وده بقول عليه البوزيتيف. مش فاهم النيجاتيف ده هقول عليه النون ميتال، زي ما خدنا في الفيديو التأسيس الاولاني النون ميتال ليه بقول عليها نيجاتيف، والبوزيتيف اللي هو الميتال لانه بيعمل لوز للالكترون وده بيعمل جين للالكترون. كلام جميل جدا. شايف لو احنا خدنا مثلا سولت على سبيل المثال صوديوم كلورايد، اول حاجة بوزيتيف تاني حاجة نيجاتيف، ده هقول عليه الكاتين وده هقول عليه الانين. جميل. طيب يبقى ده الميتال وده النون ميتال، خلاص مفيش مشكلة خالص من اللي احنا بنقوله. فدي اول جزء هنتكلمنا عليه. تاني حاجة عاوزك برضو يبقى عندك خبرة ليها، وتاني معلومة ان احنا عندنا الكومباوند في منه نوعين، ركز معايا، نوع ايونيك، ايونيك كومباوند، ونوع كوفالنت. ايه الفرق يا مستر؟ دلوقتي النوع الايونيك ده بيتكون ما بين ميتال مع نون ميتال، جميل، او ميتال مع اتوميك جروب اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت اللي هي زي الصلفيت والفوسفيت والبيكربونات والكربونات والكلام ده كله، يبقى اتوميك جروب. يبقى اي كومباوند اشوفه بيتكون من الحاجتين ميتال نون ميتال اقول عليه ايونيك، ميتال اتوميك جروب اقول عليه ايونيك. امال ايه الكوفالنت ده؟ بيتكون من نون ميتال ونون ميتال. اديني مثال بقى، ناخد مثال. الأمثلة اللي عندنا ناخد أمثلة كتير، ومنها ناخد أمثلة للميتال والنون ميتال: صوديوم كلورايد NaCl، مغنيسيوم كلورايد MgCl2. تعالى في الميتال والأتوميك جروب: صوديوم صلفيت NaSO4، وأنا عارف إن الفالنسي بتاع الصلفيت 2 يبقى هيدي كتف للي جنبه ب 2. طب اديني مثال كمان، ناخد بوتاسيوم فوسفيت، البوتاسيوم K، الفوسفيت BO4، فالفوسفيت الفالنس بتاعتها ب3 وحفظناها في الفيديو اللي فات، فتدي كتف بكام؟ ب3 ب3. يبقى ده اسمه البوتاسيوم ايه؟ فوسفيت، وده كومباوند ايونيك لانه بيتكون من الميتال والايه؟ والاتوميك جروب او ميتال ونون ميتال. نخش على الكوفالنت اللي هو بيتكون من نون ميتال ونون ميتال. اديني اكزامبل، عندك CO، CO2، CCl4، عندك BBr5، عندك CF4. جميل. طب يا مستر هو انت ليه ما قلتش اساميهم؟ اقول لك عشان تسمية الكوفالنت كومباوند ليها طريقة، ان انت لازم تذكر النمبر اوف اتوم اللي مرتبطة دي، عددها كام؟ تقول لي هنا 1 هنا 2 هنا 4 هنا 5 هنا 4، كلام ده كله. طب ازاي نسميها؟ تعال معي. لما تلاقي واحد رقم، يعني مثلا اكسجين واحدة هقول عليها مونو، يبقى حاجة واحدة هقول عليها مونو. 2 داي، 3 تراي، 4 تترا، 5 بنتا، 6 هكسا. يبقى مونو يعني 1، داي 2، تراي 3، تترا 4، بنتا 5، هكسا 6. فلما اجي اسمي ده هقول له ايه؟ لان ده نون ميتال وده نون ميتال، وعرفنا ازاي بنعرف الميتال والنون ميتال من الفيديو اللي فات.
non metal. جميل، يبقى كل الكومباوند اللي قدامنا نون ميتال ونون ميتال. يبقى هسمي ايه اول حاجه لازم اذكر؟ النمبر اوف اتوم. هنا اقول مونو اكسجين ومعاها كربون، يبقى كربون مونوكسيد. طب هنا كربون دايوكسيد. طب هنا كربون أربعة يعني تترا، يبقى كربون تترا كلورايد. طيب دي فوسفرس بنتا برومايد، يبقى انا عندي الفوسفرس بنتا برومايد. لازم اجيب الاسم ده، اول ما تشوف مونو داي تراي تترا بنتا هيكسا اعرف ان ده مركب كومباوند كوفالنت بيتكون من نون ميتال ونون ميتال. طب سي اف 4 هتقول عليها، هقول لك اهو كربون تترا فلورايد. فهمت الفكره كده؟ طيب انا بقى مطلوب منك انك تسمي لي المركب ده في الكومنت تحت اللي هو اس اف 6. المطلوب منك تقول لي التسميه بتاعته النيم، ويا ترى هو ايونيك كومباوند ولا كوفالنت كومباوند مع الريزون السبب. جميل. طيب في بقى نخش على الجزء اللي بعده وهو شويه مركبات مهمين جدا. كومباوند بتاعتنا اللي عاوزك تحفظهم زي الووتر H2O دي ووتر، الامونيا NH3، طب الامونيوم NH4. جميل، يبقى دي الامونيا ودي الامونيوم ودي الووتر. طيب الفوسفين BH3 ده اسمه الفوسفين، فوسفين. وفي الميثان اللي هو CHA4 الميثان. جميل جدا، يبقى هنا ووتر امونيا امونيوم فوسفين ميثان. دي كده الكومباوند المهمة اللي انا محتاجك ان انت تكون عارفهم. الجزء اللي بعده اللي عاوزك تعرفه هو تعدد الفالنسي لإليمنت معين. بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عندك الايرن في منه اف اي الفالنسي بتاعه ب2 واف اي الفالنسي بتاعه ب3. ابو 2 هسميه فيرس، وابو ثلاثة الثري هقول عليه فرك. ولازم ده تاخد ملاحظة بقى، ايه هي؟ انه لازم يذكر number of valency للإليمنت اللي ليه اكتر من valency. بمعنى منجنيز دايوكسيد، نمسك المنجنيز دايوكسيد، المنجنيز دايوكسيد، ماله المنجنيز دايوكسيد ده؟ المنجنيز ده ليه 3 فالنسي، 3 فالنسي 2 و3 و4. اعرف على طول ان لما يجي يكتبها لك هيقول لك في الاخر مثلا ان هو هنا كده ب 4. يبقى انا فهمت ان المنجنيز هنا ب 4. طب مثلا لو جيت قلت لك اكتب فيريك هيدروكسيد، فيريك هيدروكسيد، يبقى اعرف ان انا هكتب لك هنا 3، لان انا قايل لك ايه فرك. يبقى امتى بكتب الرمز ده اللي هو 1 و2 و3 و4؟ لما يبقى الاليمنت بتاعي لاكتر من ايه؟ من فالنسي، لاكتر من تكافؤ، لاكتر من فالنسي. جميل جدا. فانا بالتالي هكتب هنا اف اي واقوم اقول الهيدروكسيد او اتش، والله هنا الفالنسي ب3 وكمان هو قال لي فرك، فيقوم الحديد يدي كتف الايرن، يدي كتف بكام؟ ب3، لان الفالنسي بتاعه بكام؟ ب3. يبقى ده كده فيريك هيدروكسيد. طيب تعالى في المنجنيز نكمل كلامنا عليه. المنجنيز دايوكسيد وقلت لك ان هنا رباعي 4 تترا، يبقى هحط المنجنيز بتاعي الام ان وادي الاكسجين بتاعي، صح؟ المنجنيز تكافؤ الفالنس بتاعه بكام؟ ب 4، فيقوم يدي كتف للاكسجين ب 4، الاكسجين الفالنس بتاعه 2 يبقى يدي كتف للمنجنيز ب 2. اجي اختصر على ال 2 نمبر وعلى فيها ال 1 وهنا 2 فيها اوفر 2 يديني 2. فبالتالي الكومباوند الخلاصه هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى عامل ام ان او 2. يبقى لما اجي اقول لك الام ان المنجنيز دايوكسيد، خلي بالك ان ده كوفالنت، ليه؟ لان انا قلت لك داي اوكسيد وهنا المنجنيز دايوكسيد، هنا المنجنيز، هنا المنجنيز داي اوكسيد، يبقى الفالنس بتاع المنجنيز هنا بكام؟ ب 4، لان اكيد في حصل اختصار هنا. طب اللي هو 3 يبقى ازاي؟ تعالى ناخد مثال زي
ام ان وادي الاكسجين. لما يدي الكتف ب 3 يبقى الاكسجين هيدي كتف ب 2، فبالتالي الكومباوند بتاعي يبقى مانجانيز تراي اوكسايد. طب لو 2، تعالى ناخد مانجانيز صلفيت. المانجانيز اهو وادي الصلفيت SO4، الصلفيت الفالنس بتاعها ب2 فتقوم تدي كتف ب2، المنجنيز الفالنس بتاعه ب2 يدي كتف ب2، اوفر 2 1 اوفر 2 يديني 1. يبقى كده سجل عندك الملحوظه ان المنجنيز ليه فالنس كتير، منها ال2 وال3 وال4. طيب جميل كده الجزء ده. الجزء اللي بعده محتاجك تعرف برده معلومه مهمه، ايه هي؟ بس قبلها عاوز تفهم، عاوز اسالك سؤال كده هتفهمه ولا لا. ينفع اقول لك الومنيوم تراي اوكسايد؟ ينفع؟ تقول يا مستر ده ما ينفعش خالص. ليه؟ لان الالومنيوم الفالنس بتاعه 3 اونلي، يبقى انت مش محتاج انك تكتب الرقم ده. امال انا امتى بذكر الرقم؟ امتى بكتب النمبر بتاعي؟ لما يبقى الاليمنت عنده اكتر من فالنسي. فبالتالي لما اجي اقول مثلا مثال، هقول لك يا اما اقول لك فيريك هيدروكسيد، بص كده معايا، يا اما اقول لك ايرن 3 هيدروكسيد. ليه بقى ذكرت لك الثري هنا؟ لان انا قلت لك ان الايرن ليه اكتر من فالنسي، ففي الحاله دي لازم ان انا اذكر الرقم بتاع الفالنسي بتاع الايرن. انما الفيريك قلت لك فيريك هيدروكسيد، يبقى انا خلاص فهمتك وجزمت خلاص ان الفيريك ده الفالنس بتاعه 3 والفيرس ب 2. وصلت الرساله كده؟ نخش على الجزء اللي بعده وهو التايبس اوف كومباوند. التايبس اوف كومباوند عندي في اربع حاجات، ايه هما؟ يا اسيد يا بيز يا اوكسايد يا سولت. الاسيد بعرفه ان الكومباوند بيبقى فيه هيدروجين H، البيز يبقى فيه هيدروكسيد او اتش، الاوكسيد فيه او، السولت بيبقى الناتج من اتحاد الاسيد مع البيز. يبقى عندي السولت اتحاد اسيد مع مين؟ مع بيز. اللي هيطلع في البرودكت هو ده السولت. هوضح لك دلوقتي الدنيا ماشيه ازاي. تعالى في الاسيد ناخد اكزامبل ال HCl هيدروكلوريك اسيد، السلفوريك اسيد H2SO4. خلاص اديني اكزامبل للبيز NaOH صوديوم هيدروكسيد بوتاسيوم هيدروكسيد. طب مثال للاكسايد، لسه واخدين منجنيز، منجنيز دايوكسيد، واتفقنا ان المنجنيز هنا 4 بالانس بتاعه 4 لان ادى كتف 4 والاكسجين ادى كتف 2 اختفت، فبالتالي المنجنيز ب 4. والله عندك صوديوم اوكسايد، ايه المشكله؟ Na2O. خلاص يا اما سولت، تعالى ناخد ايكويشن نفهم بيها الموضوع ده. لو انا جبت لك البيز NaOH مع اسيد اللي هو ال HCl، اللي هيطلع اول حاجه بوزيتيف، تاني حاجه نيجاتيف، اول حاجه بوزيتيف تاني حاجه نيجاتيف. البوزيتيف يروح لمين؟ للنيجاتيف، فيتكون NaCl اللي هو الصوديوم كلورايد اللي هو الصولت ملح الطعام. فبالتالي الصولت هو ناتج من اتحاد البيز مع الاسيد طبعا، وهيطلع المو بوزيتيف يروح للنيجاتيف يطلع ال H2O. طيب نخش على الجزء اللي بعده والاخير في الفيديو ده، وهو ازاي تعمل بالانس للايكويشن، وجزء مهم جدا تابعني معايا. عشان نبدا في البالانس اوف ايكويشن لازم تسمع مني الكلام ده. الكيمياء الكيمستري بوجه عام عامل زي اي لانجوج، عامل زي اي لغه انت بتتكلمها، بتتكون من حروف، ودي اللي هي الاليمنت بتاعتك او الاتوميك جروب، بتتكون من كلمات وده الكومباوند اللي انت بتكونه، بتتكون من جمل سبستانس بتاعتك بتكونها، ودي اللي تعتبر ايكويشن. تعرف ايه انت بقى عن الايكويشن؟ اللي انت عاوزك تعرفه عن الايكويشن التالي. الايكويشن بتتكون من رياكتانت وبرودكت، وهنا الرياكتانت، الرياكتانت على الليفت هاند سايد والبرودكت على الرايت هاند سايد. الرو اللي في النص ده اللي بكتب عليه الكونديشن بتاعه الرياكشن بتاعتي، هعمل تسخين هيت، هعمل بريجر بي، هحط كاتاليست عامل حفاز يسرع لي التفاعل، هرمز له بالرمز كاتاليست، وده
بريجر وده الهيتنج، سواء انت عاوز تعمل ايه في الرياكشن بتاعك. الرو بتاعتك فيها انواع، انواعه التايبس اوف رو ده عندك رو اللي هو في دايركت وان دايركت وفي في التو دايركت كده. ايه الفرق ما بينهم؟ ده الاولاني ده ان الرياكتنت تدي برودكت، انما البرودكت ما تقدرش ترجع الرياكتنت تاني. اللي سهم رايح جاي ده الرياكتنت يدي برودكت والبرودكت ممكن يدي رياكتنت مره تاني عادي خالص. نخش دلوقتي على البالانس اوف ايكويشن ونطبق على طول ونشوف هنعمل ايه. دايما بحب لما اجي اشرح البالانس ايكويشن يبقى هالتطبيق على طول. بص معايا وركز في الملاحظات اللي هقولها. لما يجي لك مركب اهو KNO3 اداني KNO2 واكسجين، ابص على الاتوم الجروب دي. الاتوم الجروب دي NO3 طالعه ايه؟ NO2. لقيتها اتحولت ل2 اضرب في 2، اعمل مالتيبليكيشن في 2، يبقى كام بوتاسيوم؟ 2 طالعه واحده 1 تكتب 2. تعالى في الاكسجين كم نيتروجين كده؟ 2. كم نيتروجين هنا؟ 2، لان خلي بالك ده كومون فاكتور يعني بضرب في كله. طب كم اكسجين؟ 2 باي 3 ايكوال 6. طب 2 باي 2 ايكوال 4 بلس 2 ايكوال 6، يبقى كده البالانس بتاعي موجود. طب بص اديك مثال كمان، H3BO3 دي سوري هتبقى BO3. البي او 3 هنا مش دي قريبه من مجموعه الفوسفات اللي هي دي؟ طلع كام؟ كانت 3 وبقت 4، اضرب في ايه من الملتيبليكيشن باي 4. فبالتالي اصبح الهيدروجين هنا كام؟ 4 باي 3 لان ده كومون فاكتور ايكوال 12. فبالتالي هنا عاوز الهيدروجين هنا يكون برضو 12. عندك 3 هيدروجين ولو ضربت هنا ملتيبليكيشن باي 3 يبقى 3 باي 3 ايكوال 9 بلس 3 ايكوال 12 اللي انا عاوزها. طب هنا كام فوسفرس؟ 4 باي 1 ايكوال 4. طب وهنا 3 فوسفرس مع 1 يديني 4. طب كام اكسجين؟ 4 باي 3 ايكوال 12. وهنا ال 4 باي 3 ايكوال 12 اكسجين، وهنا 3 باي 4 ايكوال 12 اكسجين، يبقى كده بالنسبه لي البالانس موجود. فهمت بقى الفكره دي؟ تسهل عليك الدنيا كلها في لحظه. الماجنتايت هنا Fe3O4 كم ايرن هنا؟ 3 طلع كام؟ 1 احط 3. طيب كم اكسجين؟ 4. طب هنا كم هيدروجين؟ 2. نرجع تاني نقول الايكويشن بتاعتنا نخش على الايكويشن اللي بعدها. Fe3O4 زائد هيدروجين اداني Fe بلس ووتر. كم ايرون هنا؟ 3. اطلع اكتب هنا كام؟ 3، لان هنا برضه يبقى 3 هنا 3. دايما لو عندك في البرودكت ووتر روح بص على الاكسجين اللي عندك، كم اكسجين؟ 4، يبقى هنا اكتب 4 على طول وانت مغمض. طيب كم هيدروجين؟ 4 باي 2 ايكوال 8، يبقى هكتب هنا 4 عشان 4 باي 2 ايكوال 8. وصلت؟ واضحه؟ طيب كده الوزن خلاص، كده البالانس تمام. وراجع نخش على اللي بعده اهو، 3 ايرن 3 ايرن، هنا 4 اكسجين 4 اكسجين، 8 هيدروجين 8 هيدروجين. اللي بعده الامونيا، ان 2 بلس هيدروجين اداني ان اتش 3. كم نيتروجين؟ 2. طلع كام؟ 1. اعمل ملتيبليكيشن باي 2. كم هيدروجين؟ 2. طلع كام؟ 2 باي 3 6، اعمل هنا ملتيبليكيشن باي 3. بس اللي بعده كام هنا ايرن؟ 1. طلع كام؟ 2. اكتب هنا كام؟ 2 جدع. كام اكسجين؟ 2. طلع كام؟ 3. لا بقى، يبقى انا هعمل هنا ملتيبليكيشن باي 2 وهنا ملتيبليكيشن باي 3، لان هقول هنا 2 طلع 3، ده ايفن وده اود، فهعمل اضرب مع ملتيبليكيشن مع بعض عشان يدوني 6. فبالتالي 2 باي 3 ايكوال 6 اكسجين، وهنا 3 باي 2 ايكوال 6 اكسجين. بس يا مستر خلي بالك ان الايرون هنا اتغير. اقول لك حاضر. هنا كام ايرون؟ 2 باي 2 ايكوال 4. طب ما انت كاتب هنا مستر 2، خلاص غيرها وبقت 4. اهو ده بالانس ايكويشن. في الفيديو الثالث ان شاء الله، هو الكورس بتاعنا 3 فيديوهات ان شاء الله، هنطبق تاني على البالانس ايكويشن. تراجع الملاحظات اللي قلتها، اكتبها في كشكول الملاحظات باذن الله. مكملين، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.